حسم مدرب فريق الوداد الرياضي الحسين عموتة مستقبل مدافع أمين أبو الفتح إذ قرر الإبقاء عليه بعد موسم صعب جدا قضاه هذا اللاعب مع الفريق على عهد وليد الركراكي المدرب السابق الذي كان قد استبعده من قائمة الفريق الموسم المنصرم وعاقبه بالتواجد مع الفريق الرديف مع تغريمه ماليا، وحدث ذلك على خلفية تمرده عليه عكس ما كان عليه وضعه مع فوزي البنزرسي إذ كان من أهم اكتشافاته ولاعبيه الأساسيين في خط الدفاع مع أشرف داري. عموتة أبلغ أبو الفتح بأنه دخل ضمن اهتماماته وسيحظى بفرصة للعب معه، كما أبلغ النادي بهذا القرار الذي كان سببا في فسخ عقد المدافع الجزائري عماد الدين مبكر لاعب الثورة. وشارك أبو الفتح أساسيا في مباراة الدفاع الجديد في الجولة الثانية من دوري وكان موفقا في ظهوره.